اتهام وشيك بالفساد والخيانة وحيازة 15 مليار دولار. واشنطن بوست تكشف خطط بن سلمان لإدانة بن نايف. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تناولت إذن مسيرة صعود ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، ثم ما وصفته بانهياره المأساوي لاحقاً على يد ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان. بداية انهيار مسيرة بن نايف منذ وفاة الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز عام 2015، ثم الإطاحة به من طرف الأمير محمد بن سلمان نجل الملك اللاحق سلمان بن عبد العزيز من ولاية العهد عام 2017، وانتهاء بالمرحلة الحالية التي يخضع فيها للاعتقال منذ عدة أشهر، وربما توجه له اتهامات رسمية بالفساد. لجنة مكافحة الفساد التابعة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توشك على الانتهاء من تحقيق مفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق الأمير محمد بن نايف بعد مرور 4 أشهر على اعتقاله. الصحيفة الأمريكية أضافت أن لجنة مكافحة الفساد تستعد إذن لتوجيه اتهام لولي العهد السابق وزير الداخلية السابق محمد بن نايف بالاستيلاء على 15 مليار دولار عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة، وذلك من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة. المحققين طالبوا بن نايف بتسديد مبلغ 15 مليار دولار يزعمون أنه استولى عليها. تقول اللجنة إن بن نايف حول الأموال المذكورة بشكل غير قانوني عبر شركات وهمية وحسابات خاصة، لكن الصحيفة أشارت إلى أن وثائق اطلعت عليها من مقربين من محمد بن نايف تبين أن الاتهامات الموجهة له كاذبة. تفيد الوثائق بأن أنشطة الصندوق المالية السرية حصلت على موافقة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز على الأقل في خطوطها العريضة، إذ صدر في عام 2007 مرسوم ملكي بالموافقة على أنشطة محمد بن نايف ضمن برامج مكافحة الإرهاب وعلى التقرير السنوي التفصيلي الخاص بالإنفاق على تلك البرامج. استهدفت تلك البرامج التي أشرف عليها بن نايف تزويد الداخلية السعودية بإمكانات متطورة لتمكينها من اختراق تنظيمات جهادية أبرزها تنظيم القاعدة تحت إشراف الأمير بن نايف. مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق والذي عمل بشكل وثيق مع الأمير بن نايف أكد أن المقربين من الأمير بن سلمان يتهمون الأمير بن نايف بالاستيلاء على بعض تلك الأموال الهائلة لنفسه، لكنه عبر عن اعتقاده بأن الأمير نايف لم يكن فاسداً. والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، ما الذي يريده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ وما الذي يدبره في المملكة العربية السعودية؟